حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إنه لا يمكن التكهن بالسقف المالي لموازنة عام 2023 بسبب أعباء مالية جديدة تم إدراجها وتقدر ب 140 تريليون دينار. وأضافت اللجنة أن أسباب تأخر الموازنة ارتبطت بتأخر تشكيل الحكومة، إضافة إلى مشاكل سياسية وخلافات لم تظهر على السطح، موضحة أن هناك صرفيات يراد تمريرها مع الموازنة، وهذا ما حصل في سنوات سابقة. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن إقرار الموازنة من المؤمل أن يكون في شهري شباط أو آذار القادمين. قدرت اللجنة المالية النيابية حاجة العراق لنحو 70 تريليون دينار لسد رواتب الموظفين من الموازنة التشغيلية. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن مرتبات الموظفين تكلف الموازنة رقما كبيرا، إذ وصلت إلى نحو 34 تريليون دينار في عام 2021، لتضيف حكومة الكاظم نحو 10 تريليونات دينار، وستضيف حكومة السودان ما بين 7 إلى 10 تريليونات دينار أيضا، أي إن مرتبات الموظفين وحدها ستكون بحدود 70 تريليون دينار. قالت وزارة التخطيط إن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة في العراق بلغ 7,460,000 سيارة. وأوضحت الوزارة أن مجموع السيارات لسنة 2020 بلغ نحو 7,027,000 سيارة، مشيرة إلى أن العدد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة بلغت 6%. يشار إلى أن بعض المدن العراقية لا سيما بغداد تشهد اكتظاظا مروريا غير مسبوق بسبب الحواجز الأمنية والطرق الرديئة واستيراد السيارات بطرق غير مدروسة وسط غياب التخطيط الإداري. كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني أن أكثر من 700,000 شخص في إنجلترا وويلز يفتقرون إلى التدفئة المركزية في منازلهم هذا الشتاء. بحسب البيانات فإن هذا الرقم يضاف إلى أكثر من 350,000 أسرة لا تستخدم الغاز أو الكهرباء للتدفئة في منازلها، مشيرة إلى أنه في كل عام هنالك حوالي 10,000 حالة وفاة ناجمة عن المنازل الباردة والرطبة. وأضافت البيانات أن 36% من الأسر التي لديها أطفال تكافح من أجل دفع فواتير الطاقة. رجح خبراء اقتصاديون من الشركة المالية السويسرية القابضة UBS ارتفاع خام برنت في النصف الثاني من العام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل الواحد، مشددين على أن ذلك سيكون مواتيا للاقتصاد الروسي. وشدد الخبراء على أن عواقب مشاكل الطاقة الرئيسية لعام 2022 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي والنقص المزمن في إنتاج النفط ستظهر بشكل واضح وملموس إلى أقصى حد في النصف الثاني من عام 2023. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.